سؤال آخر يقول: عندما سافرت من سوريا إلى السعودية كنت مصابا بمرض في رأسي منذ مدة 14 سنة، وعالجته كثيرا لكني لم أشفى، ومنذ دخلت هذه الأرض الطاهرة إن شاء الله فقد شافاني الله، مع العلم أنني لم أعالج، والآن أصبح لي 10 أشهر لم أحس بأي ألم. فنذرت ذبيحة شاة لوجه الله، فهل تكفي أم علي مزيد؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. يكفي أن تفعل ما نذرته، ذبح الشاة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، لأن هذا نذر طاعة، نذر الطاعة يجب الوفاء به ولا يلزمك أكثر منه. نعم.